متشرفة بأن أكون في جائزة باسم الشيخ زايد مؤسس الدولة، وسعادتي أيضا أنها ضمت من جميع دول العالم العربي، فأنا في منافسة كبيرة بينهم، أيضا لأنها تضم اسم الشيخ زايد مؤسس دولتنا وأصبح لها مكانة في القلب منذ نشأتها وإلى اليوم. طبعا الفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب هذا شرف عظيم يعني يناله المثقفون والمبدعون في الساحة الثقافية العربية. الجائزة اليوم بلغت يعني مكانة متقدمة جدا، صارت الجائزة جائزة عالمية، يعني من يفوز بها يعتبر هذا الأمر وسام شرف على صدره، وأيضا الجائزة تحمل مسؤولية للفائزين لأنهم يكونون مطالبين طبعا بعد ذلك بالاستمرار في الإبداع والإنتاج والكتابة. يعني الفوز هو أكيد حلم حياة، ما بعرف بشو بدي أحلم بعد هيدي، يعني الحمد لله سقف أحلم أي كاتب أنه يحصل على هذه الجائزة، ورب العالمين هيك كرمنا فيها. بشعر طبعا بوطئة المسؤولية للأعمال اللي بدي أقوم فيها بعد الكتاب الذي فزت فيه، لأنه كتير بدي يكون منتبهة أنه تكون أعمال على مستوى كاتب حصل على هذه الجائزة إن شاء الله.